عطل بقية المتهمين إلى سجن طرة. وكان مرسي قد ظهر أمام المحكمة ورفض الاعتراف بشرعيتها وطالب بمحاكمة قادة الانقلاب، في حين نظم مناهضو الانقلاب مظاهرات ضخمة في القاهرة ومحافظات أخرى احتجاجا على المحاكمة. هي طائرة الهليكوبتر التي نقلت الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مقر محاكمته لينضم إلى 14 متهما آخرين على خلفية ما يعرف بأحداث الاتحادية. في أكاديمية الشرطة حيث تقرر بالأمس وفي خطوة مفاجئة عقد المحاكمة، انتشرت بشكل غير مسبوق تعزيزات أمنية قادتها قوات من الجيش والشرطة، غير أن الخطة الأمنية لم تمنع أنصار مرسي ورافضي الانقلاب بشكل عام من التجمع وبأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح الأولى في محيط الأكاديمية، كما أظهرت صور وقوع بعض المناوشات، وطرد مناهضو الانقلاب بعض عربات البث لقنوات وصفوها بالمنحازة لسلطات الانقلاب. صمود الرئيس هو الاسم الذي اختاره تحالف دعم الشرعية لهذا اليوم، دعا للخروج في مظاهرات في كل ربوع مصر، فكانت الاستجابة كالعادة. عند دار القضاء العالي وصف المتظاهرون المحاكمة بالهزلية ورفعوا صور الرئيس المنتخب المختطف، كذلك يسمونه، على كورنيش المعادي تحديدا عند مقر المحكمة الدستورية العليا لم يختلف المشهد، فالدافع واحد. المحافظات الأخرى كانت حاضرة، في أسيوط مثلا ردد المتظاهرون هتافات رافضة للمحاكمة وقالوا إنهم سيبقون على هذه الحال حتى تحقيق المطالب. في الصعيد دائما وفي محافظة المنيا خرج الكثيرون وملأوا الشوارع. الحراك الطلابي بدوره استمر نشاطه، على سبيل المثال للحصر هذه جامعة الأزهر في المنصورة في لحظات محاكمة مرسي نفسها. مرسي الذي لم يظهر منذ 4 أشهر قيل من مصادر داخل القاعة إنه دخل المحكمة بزيه الرسمي ورفع شعار رابعة وقال للقاضي إنني رئيسك الشرعي، ورفض طلبه استبدال ملابسه بزي الحبس الاحتياطي، كما حمل القضاة مسؤولية عدم السماح له بالخروج لممارسة مهام منصبه كرئيس شرعي للبلاد. الساعات المقبلة ستحمل لا محالة تطورات وأخبار جديدة. وقد ثمن التحالف الوطني لدعم الشرعية ما سماه صمود الرئيس المعزول محمد مرسي في وجه من وصفهم بقضاة الانقلاب خلال أولى جلسات محاكمته اليوم. وقال التحالف في بيان إن تلويح مرسي بإشارة رابعة ورفضه ارتداء ملابس الحبس الاحتياطي شكلت رسالة إلى الشعب المصري بالاستمرار في رفض الانقلاب وعدم التفريط في دماء ضحايا مجزرتي رابعة العدوية والنهضة وغيرهما. واعتبر التحالف أن منع بث المحاكمة على الهواء ورفض دخول المحامين والإعلاميين يكشف ما سماه رعب الانقلابيين من اقتراب محاكمتهم. وقال التحالف إن مد أجل القضية 2 شهر يؤكد خشية سلطات الانقلاب من استمرار الحشود الهائلة التي خرجت اليوم لرفض المحاكمة وعجز قادة الانقلاب عن إيجاد مبرر لإقناع الشعب بها. وقد دعا التحالف جماهير الشعب المصري التي خرجت اليوم إلى النزول غدا للمشاركة في مليونية العالم يحيي صمود الرئيس في جميع ميادين مصر وأمام السفارات المصرية في الخارج. ومنذ عزل الرئيس مرسي في 3 يوليو حرصت السلطات المصرية في البداية على إطفاء صفة الغموض على مكان احتجازه، كما تدرجت التهم المواجهة إليه من التخابر مع الخارج إلى التحريض على القتل. أبرز المحطات المرتبطة بالموقف القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي في العرض التالي لمحمد رمال. 3 يونيو كان اليوم الذي عزل فيه الرئيس الخامس لمصر محمد مرسي، ومنذ ذلك التاريخ لم يرى المصريون أول رئيس مدني منتخب.
قال العسكر في البداية أن مرسي في مكان آمن، ثم أعلن رسميا في 13 يوليو أن النيابة العامة المصرية أجرت تحقيقا مع الرئيس مرسي بتهمة التجسس والتحريض على العنف. في 24 يوليو النيابة العامة المصرية قررت حبس مرسي 15 يوما احتياطيا بتهمة التخابر مع حماس واقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير. في 30 يوليو ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون كانت أول مسؤول أجنبي يستطيع زيارة الرئيس المعزول في محبسه، وذلك ضمن وفود دولية جاءت إلى القاهرة بدعوى بحث حل الأزمة. في 12 أغسطس القضاء المصري يمدد الحبس الاحتياطي للرئيس مرسي. في 1 سبتمبر أحالت النيابة العامة الرئيس مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على القتل وأعمال العنف فيما يعرف بأحداث قصر الاتحادية. يقول خبراء قانونيون محسوبون على السلطة الحالية إن هناك اتهامات أخرى تحقق فيها النيابة العامة ولم تأمر النيابة بإحالتها إلى المحكمة بعد. في 13 أكتوبر عائلة الرئيس مرسي تنقل عنه القول إنه مهما أبعدوه لن يتراجع عن عودة المسار الديمقراطي حتى لو كانت روحه ثمنا لذلك. في 28 أكتوبر التحالف الوطني للدفاع عن الشرعية يؤكد أن مرسي لن يوكل أي محام مصري أو أجنبي للدفاع عنه، وأنه لا يعترف بهذه المحاكمة أو أي دعوة أو إجراء صادر عن سلطة الانقلاب. ومن أبرز المتهمين مع الرئيس المعزول بتهم ارتكاب أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري، من أبرزهم عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمد هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة والناشط عبد الرحمن عز وأحمد المغير والشيخ وجد غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق. تفرض ملابسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في أعقاب انقلاب 3 يوليو تفرض مقارنة مع مشهد لم يكتمل بعد لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي بدأت في أعقاب ثورة 25 يناير، من حيث تجاوب كلتا المحاكمتين مع إرادة الشعب والثورة. أفندم أنا موجود. لم تكن لحظة عادية في تاريخ مصر والشرق، بل جاءت تتويجا ولو مرحليا لثورة شعب رفض استمرار نظام رأى أنه قاده للفقر والجهل والمرض. رغم كل ما قيل آنذاك تشكيكا في المشهد، إلا أن دخول مبارك ونجليه إلى قفص الاتهام على الهواء مباشرة بعد شهور شهدت محاكمات لرموز نظامه أبقى على جذوة تفاؤل بمستقبل الربيع العربي وأن العجلة في مصر لن ترجع للوراء. على مدار عام توازى بمصر مسار محاكمات مبارك ورموزه علنية مشهودة بمحاذاة زخم غير مسبوق للحياة السياسية بعد ثورة يناير. انخرط الجميع أو هكذا ظنوا في رسم ملامح المستقبل، حتى من غيبوا زمن مبارك بالحظر أو بمحكوميات طويلة. حكمة المحكمة. ينتهي عام لتصدر أحكام قضية مبارك وأعوانه في تهم قتل المتظاهرين تتويجا مريرا كما رآه كثيرون لما عرف بمهرجان البراءة للجميع. قبل أيام من تتويج عدة استحقاقات ديمقراطية بإعلان الفائز في سباق الرئاسة. تلك أيضا لم تكن لحظة عادية لا في مصر ولا خارجها. رئيس مدني منتخب ومن الإخوان المسلمين بكل ما تحمله الكلمة من تاريخ وهواجس، لكن تلك الفرحة كانت منقوصة، فذلك القسم سبق بحل برلمان ما بعد الثورة وبإعلان دستوري يبقي قيادات الجيش حكاما فعليين رغم وجود الرئيس الجديد. واقع تغلب عليه مرسي سريعا أو هكذا بدأ ليتولى الحكم فعليا، ولكن لعام واحد فقط شهد انقساما سياسيا حادا بين مؤيد لرئيس يقدم نفسه كأحد أبناء ثورة يناير ومعارضة ضمت إلى جانب شركاء يناير رموزا ممن قامت عليهم الثورة. ينتهي العام بمرسي معزولا مغيبا توجه له تهم التخابر والتحريض على القتل، ويمثل أمام محكمة لن يراها الناس بموازاة جمود سياسي شبه كامل،
بينما يترقب الجميع محاكمة مرسي ومساعديه ينعم جل رموز نظام مبارك بالحرية. مفارقة رآها البعض فخرا لمصر أن تحاكم رئيسين معا أيا كان الفرق بينهما. عشنا وشفنا في بلدنا ثورة، عشنا وشفنا في بلدنا ثورة بتحاكم مش بس رئيس واحد، بتحاكم رئيسين. بينما قارن أنصار الرئيس المعزول بين محاكمة تمت بإرادة الشعب ومحاكمة لإرادة الشعب، هكذا يقولون. وفي الوقت الذي بدأت فيه محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، قالت هيومن رايتس ووتش إنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ورغم مقتل 1300 شخص على الأقل أثناء المظاهرات، فإن السلطات المصرية لم تشكل لجنة لتقصي الحقائق ولا حاولت كبح جماح الأجهزة الأمنية. ودعت المنظمة الدولية السلطات القضائية إلى أن تحقق مع عناصر أجهزتها الأمنية الذين يصيبون أو يقتلون أشخاصا أثناء استخدام درجات من القوة لا يمكن تبريرها، على حد قول هيومن رايتس ووتش. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه في التعامل مع المظاهرات تقوم قوات الأمن المصرية باللجوء مباشرة إلى الذخيرة الحية. لقد فقد 1300 شخص أرواحهم منذ يوليو تموز، وتتساءل المنظمة ما الذي يلزم حتى تكبح السلطات جماح قوات الأمن أو تشكل لجنة لتقصي الحقائق. وانتقدت هيومن رايتس ووتش عدم قيام السلطات المصرية حتى الآن بالتحقيق في مقتل 57 شخصا حسب أرقام وزارة الصحة يوم 6 أكتوبر، حيث استخدمت الأسلحة النارية ضد المتظاهرين في حين لم يبلغ عن مقتل أي فرد من أفراد الشرطة. وأضافت المنظمة في بيانها أن السرعة التي لجأت بها الشرطة إلى العنف المميت واسع النطاق يوم 6 أكتوبر لم تسبق رؤيتها منذ قيام الشرطة بتفريق اعتصامي الرابعة والنهضة وقتل ما يزيد على 1000 شخص. وحسب هيومن رايتس ووتش فإن السلطات القضائية لم تحاسب الأجهزة الأمنية إلا في حالة واحدة، حيث أمرت بالحبس الاحتياطي لأربعة من أفراد الشرطة لمقتل 37 محتجزا أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل يوم 18 أغسطس، والتهمة هي الإهمال والقتل الخطأ. وخلصت المنظمة إلى أن ما لديها من أدلة حول أحداث الدق وميدان رمسيس وغاردن سيتي تشير إلى أن الشرطة أطلقت النار في مواقف لم تكن تمثل تهديدا للحياة. ورغم أن بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف على الشرطة، فإن الشهود لم يلاحظوا أي متظاهر يستخدم أو يحمل سلاحا ناريا. ووثقت المنظمة لأفراد من الشرطة يقفون مع أناس بثياب مدنية وبعضهم يحمل العصي والسكاكين. المنظمة أشارت إلى أنه بالرغم من وعد الرئيس المؤقت بإجراء تحقيق في أول مجزرة وهي مجزرة الحرس الجمهوري في 8 يوليو، فإنه لا توجد حتى الآن أي بوادر لاتخاذ مثل تلك الخطوة. وطالبت المنظمة دول العالم بوقف شحنات الأسلحة الخفيفة والذخائر إلى مصر لأنها تستخدم في قتل المتظاهرين. هذا المساء مستمر معكم مشاهدينا من قناة الجزيرة في قطر، وفيه بعد الفاصل: تونس بانتظار توافق على رئيس الحكومة الجديدة مع انتهاء مهلة التشاور بين القوى السياسية.